زي ما شفنا وتابعنا من خلال هذا التقرير، بيتم تنفيذ ورش للتعليم على المشغولات اليدوية مخصصة لذوي القدرات الخاصة وذوي الهمم، بيتم تنفيذها في مراكز الشباب في هذه المحافظة، محافظة البحر الأحمر. أكيد. خلينا نعرف تفاصيل أكتر. معنا على التليفون الأستاذ حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر. أستاذ حسن، صباح الخير عليك. صباح الخير على حضراتكم. أهلا وسهلا أستاذ حسن. قولنا المبادرة بتشمل إيه؟ يعني مبادرة علمني حرفة اللي بيتم تنفيذها في محافظة البحر الأحمر بتشمل بقى تدريب الشباب على إيه؟ حضرتك، مبادرة علمني حرفة بتشمل ذوي الهمم، إخواتنا وأصدقائنا من ذوي الهمم، إن هم يتعلموا حرفة يقدروا يعتمدوا بيها على نفسهم في بدء العمل الحر. الورشة حضرتك تشمل حوالي 25، الورشة الواحدة مدرب بيدرب 25 من ذوي الهمم على حرفات معينه، الحرفه البسيطه اللي يقدروا يمارسوها بحيث ان هم يقدروا يشتغلوا معانا ويخشوا ينخرطوا مع المجتمع، في ان هم يبقى ليهم دخل خاص بيهم ما يحسوش ان هم عال على المجتمع. بدانا الدوره الموسم الماضي كان في مركز شباب مرسى حميره، مرسى علم، اتعلموا فيها الاكسسوار، بعض المصنوعات الجلديه. الدوره دي في مركز مبارك في القصير، يتعلموا فيها كروشيه لان معظمها من السيدات، فبنعلمهم اعمال الكروشيه. بعد كده احنا بنتابعهم كمان، مش بنتخلى لمجرد دوره وخلاص، لا بنتابع معاهم، والساده المدربين بيتابعوا معاهم ان هم بداوا يتقنوا هذه الحرف. المنتجات بتاعتهم بنعمل لهم معارض موسميه لعرض المنتجات، وممكن بيع بعض المنتجات عشان تدل عليهم ربح، يشعروا بقيمه الموضوع، يعني ان هم فعلا عظيم شيء. جدا. اتفضل. طيب استاذ حسن، هل واحنا بنختار الحرفه اللي احنا هنعلمهم هذه الحرفه، مثلا لو في حرفه معينه احنا اللي هي التطريز مثلا، هل بنختار من الاشخاص اللي بتناسبهم هذه الحرفه بحسب نوعيه الاعاقه اللي موجوده عندهم؟ بالظبط يا فندم، واحنا بنبتدي نشتغل على المتقدمين لينا، هي انواع الاعاقه اللي عندهم وعلى اساسها فيتم فرزهم في البدايه؟ اه طبعا لازم لازم يتم فرزهم عشان اللي يتناسب معاهم الحرفه، وفي ممكن ناس ما تتناسبش معاهم، فنختار لهم الحرفه المناسبه حضرتك اللي تتناسب معاهم، وده طبعا تحت رعايه استاذ دكتور اشرف صبحي الاداره المركزيه لتمكين الشباب، بنتواصل معاهم دايما. وعلى فكره المبادره موجوده في 27 محافظه في البحر الاحمر بس. اكيد. طيب انا جايه المبادره وانا في مخي عايزه اتعلم حرفه معينه، باجي بقول انا عايزه اتعلم الحرفه الفلانيه ولا لا؟ حضراتكم اللي بتفضلوا بناء على دراسه مثلا معينه توجيه الشباب للحرفه اللي انتم شايفينها؟ حضرتك احنا بناخد الرغبات اول ما بيبتدي الدوره، قبل الدوره بالمتقدمين طبعا، اكيد كل واحد بيعبر في استمارة ملء البيانات المعرفه هم عايزين ايه بالظبط، واحنا بعد كده بننسق مجموعه اللي طالبه حرفه معينه تتناسب مع قدراتهم، ودي اهم حاجه، ان ممكن حد يطلب حرفه ما تتناسبش مع قدراته. فاحنا حضرتك بعد ما بنبني الاستمارات التعارف اللي بيننا وبينهم، احنا بنشتغل على الحرفه اللي هم بيطلبوها متاحه، بنجيب المدرب المتخصص، وكمان مدى طب ما نجرب. بنجرب طبعا، اكيد بنجرب، ده لازم لان هم كمان عندهم قدرات احنا بنكتشفها بعد كده غير اللي احنا شايفينها قدامنا بعينينا. أكيد. بالعكس احنا بنكتشف قدرات جميله جدا، وفي اتجاهات كمان بتبقى اكبر من الحرف اللي احنا كنا نتوقع ان هم يتقنوها، بالعكس هم بيتقنوا حاجات اكبر من كده. عشان كده احنا دايما بنعمل معارض اللي هي الدائمه وبالتعاون مع وزاره التضامن، اي معرض بيتعمل للاسر المنتجه احنا بندخلهم معاهم كمان، اللي بيطلع منهم حاجات جميله جدا، احنا اكتشفنا ان هم عندهم قدرات ومهارات فائقه الجوده، يعني في الصنع واتقان الصنع للحاجه اللي هم بيحبوها، يعني ابداع عظيم. استاذ حسن، هل الموضوع مقتصر فقط على السيدات؟ لا يا فندم، السيدات والرجال والشباب، كل حاجه، احنا كل حد ليه حرفه معينه بنجيب له المدرب الخاص بيه، وهم كمان بياخدوا بدل انتقال في اخر او رايح جاي، عشان حتى نشجعهم ان هم ما يبقاش التكليف على حاجه، يعني لو بيتهم بعيد شويه عن مركز الشباب. طبعا لازم ياخد بدل الانتقال عشان يوفر له سبل الراحه في ان هو يجي ويروح، ما يتكلفش فلوس كمان، احنا بنتكفل بكل حاجه. ومفيش اي اعتبارات للسن مثلا؟ خالص بالعكس، حضرتك في بقى يعني صور موجوده سن كبير والشباب كل الناس، ان مفيش حاجه اسمها سن يا فندم، في حاجه اسمها بدايه، احنا بس بيهمنا البدايه، لكن عمر ما البدايه تقف على سن معين. طيب الإقبال على المبادرة إزاي ابتدى يحصل، وإزاي الناس ابتدت تبلغ بعض إن في مبادرة وإنه تعالوا مع بعض نتعلم حرفة معينة؟ إحنا يا فندم بنتصل بالجهات اللي هي ليها صلة بذوي الهمم في كل مدينة اللي إحنا هنشتغل فيها المبادرة، وبصراحة بنلاقي إقبال ممتاز جدا، إن هم عندهم بيانات كاملة وأرقام تليفونات، عندهم شبكة معلومات ممتازة جدا في التواصل معاهم،
فبالتالي اول ما انا بتواصل احنا ما بنشتغلش لوحدنا، احنا بنشتغل مع كل الجهات اللي هي علاقه بذوي الهمم. وصراحه بيبقى الاتصال ده والتعاون مثمر جدا جدا فوق ما حضرتك تتخيل. طيب نوعيه الحرفه نفسها يا استاذ حسن، هل هذه حرفه المنطقه مثلا؟ يعني المنطقه دي بتشتهر بحرفه معينه؟ فاحنا طبعا في بعض الحرف طبعا اللي احنا بنضربهم عليها بتبقى متوافقه مع البيئه اللي هم عايشين فيها. اولا بنشوف الرغبه، ثانيا بنشوف البيئه، يعني في بعض الاماكن زي حلب الشياطين هم بيحبوا الخياميه. بيمتهنوا الحرف دي وبيمتهنوها بالتقان بحسب مهنه المنطقه. بالظبط يا فندم، عشان كمان ترويج السلع. اكيد. ترويج السلع زي ما حضرتك بتقول، احنا عندنا معارض دائمه بتبقى موجوده، هل بقى بيبقى في معارض موسميه بتتعمل في مناسبات معينه علشان تروج للمنتجات دي؟ بالظبط، احنا بنشتغل مع المحافظه وسياده المحافظ اللي هو عمرو حنفي وسياده السكرتير المساعد والسكرتير العام على ان كل ما يكون في معارض للتضامن او للاسر المنتجه، وكمان مجلس قوام المراه اللي يتعاون معانا حضرتك ان احنا اول ما يكون في معرض بنشاركهم معاهم فورا، غير المعارض بتاعتنا اللي هي دائمه في مراكز الشباب معينه لترويج السلع دي. اكيد. طيب دي تاني ورشه مش كده؟ يا فندم دي تالت ورشه. تالت ورشه. طيب على اي اساس احنا بنقرر ان احنا نعمل ورشه؟ على حسب الاقبال ولا احنا بننزل نشوف؟ حضرتك احنا الورش بتاعتنا ليها مواعيد معينه طبقا طبقا للتعاون مع قلت لحضرتك الاداره المركزيه لتمكين الشباب. فاحنا المواعيد بتاعتنا بنحددها طبقا لاحتياجاتهم هم ومواعيد تتناسب معاهم. طيب ده تمام. المدربين كمان بيبقوا منين يا استاذ حسن؟ يهمنا نعرف. المدربين يا فندم بيبقوا من وزاره الصناعه، في جزء من وزاره الصناعه وفي جزء من وزاره التضامن، هم متخصصين وبيتعاملوا معاهم في جميع الحرف اليدويه وعندهم قدر من المهاره طبعا والتقبل كيفية إيصال المعلومة للطرف الآخر. طبعا جدا جدا، يعني ورش العمل بتاعتهم ممتازة جدا، أنا بحضر معاهم ورش عمل صراحة، ورش العمل بتاعتهم ممتازة جدا وعندهم دراسة وفكر متقدم جدا في الموضوع ده. أستاذ حسن، هل بيبقى عندنا تارجت أو بيبقى عندنا هدف المفروض نوصل له، أو يعني كمية إنتاجية المفروض نوصل لها، ولا إحنا بنطرح المبادرة وبنطرح الكورس وبنشوف بقى الشباب هيقدروا ينتجوا لنا إيه؟ بصراحة بعد أول دورة تدريبية اكتشفت ان المدربين بيشتغلوا على تارجت كويس جدا، انا ما كنتش واخد بالي الصراحه في الاول، ما عنديش ثقافه كامله للموضوع، لكن اكتشفت بعد كده ان هم بيشتغلوا على تارجت كويس جدا للمتدرب الواحد. طبعا مش هقدر اقول ان 25 بيتقنوا الصنع المهاره اللي احنا بنعلمها لهم كلهم كاملا، لكن هم الجماعه بصراحه في جزء منهم بيتقن المهاره جدا، بتبتدي تعمل تارجت على هذا الاساس. بس الحمد لله ان العدد بيزيد عن 80%. ما شاء الله. طب ده كويس جدا. منتجاتهم فين بقى؟ منتجات اول دفعه فين؟ منتجات اول دفعه تم عرضها في اربع خمس معارض لحد دلوقتي، والحمد لله لها تكبير كبير جدا، وبنطلب منهم ان هم يزودوا كمان المنتجات بتاعتهم، بنتواصل معاهم على طول، احنا مش بنعمل الدوره ونسيبهم. مش هينفع، ممكن هو بعد كده يكسل او يعني المهم تاخدوا الدنيا، لكن احنا معاهم على طول، ولما بدا ان الموضوع بيدخل دخل هم بصراحه اصبحوا هم اللي بيسالوا على بقيه الدورات الثانيه، وعايز يتقن اكثر من حرفه، ودي حاجه جميله جدا. اكتشفنا ان هم عندهم الدافع ان هم يتقنوا اكثر من حرفه. اكيد. كل الشكر ليك الاستاذ حسن خلف وكيل وزاره الشباب والرياضه بالبحر الاحمر، شكرا جزيلا ليك.